فنرجو من الرئيس علي عبد الله صالح أن يرحل ويترك هذا الشعب وأن يرحل قبل أن تقسم البلاد. الشعب يريد صلاة البلاد، الشعب يريد صلاة البلاد. ونحن نقول منها إنها سلمية، ولا نريد أن يتكرر ما تكرر أو يحدث ما حدث في ليبيا. عمري 33 عام، لم أعرف رئيسا غير الرئيس علي عبد الله صالح، رغم أنه في الدولة الديمقراطية قد مر هناك ربما 5 إلى 6 إلى 10 من الرؤساء، وهو ما زال يحكم هذه البلاد باسم الجمهورية وباسم الديمقراطية، ولم نرى في الواقع شيئا ملموسا من هذه الديمقراطية المزعومة وهذه الحرية التي يتغنى بها ليل نهار على وسائل الإعلام الرسمية. فنحن إن شاء الله مرابطون في هذا المكان حتى يرحل هذا النظام الفاسد من أعلى سلطة فيه حتى كل زمرته الفاسدين، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا على ذلك. مش مكتوب حرية مش ببلاش.